بسم الله على الدولار. بدأ الدولار أزمته في 2008، يعني لو اعتبرنا من عام 2000 وكل 4 سنين ضربة، ففي ضربتين كانت ضربتين نهائية أنهت على الدولار في صراعه مع من؟ سنفسر، مع الجنيه المصري. يعني لم تكن هناك عملة، لم تكن عملة منذ بدأ الدولار. من بداية الدولار لم تكن عملة تنافس الدولار، يعني هي كانت صاعدة. يعني بدأ الدولار في العشرينات من القرن الماضي، وكان الجنيه ممكن يكون في ذاك الوقت أكثر من 10 دولار. طبعا الدولار يصعد والجنيه ينزل، الدولار يصعد إلى عام 80 من القرن الماضي، 1980 تقريبا وصل الدولار إلى جنيه مصري. يعني ما كان في عملة بتتنافس مع الدولار أو الدولار يتنافس معاها في العالم إلا الجنيه المصري. طبعا نرجع لسعر الصرف من بداية الدولار عشان نسوي خط بياني. الآن مهم علينا، مهم إننا نعمل خط بياني من 1980 كل 4 سنوات. يعني عندنا 5 فترات إلى عام 2000، وعندنا 5 فترات تانية إلى من 2000 ل 2020. عندما نعود الآن إلى الريسيشن في 2008 اللي هو آخر ضربتين للدولار، بعدها يعني آخر جولتين انهزم فيها الدولار، إلى الآن مش قادر يقوم من الأزمة. وكما رأينا في الفيديو الملحق بهذا الفيديو، الفيديو الأساسي للعبة الدولار، وهذا الفيديو التاتش للفيديو الأساسي أو يعني ملصق في الفيديو الأساسي، فكما رأينا الخبير أبو غزالة وكلامه عن أزمة الدولار والتي سيكون هناك بسبب صراع مع بين أمريكا والصين حتى لمدة عامين. يعني صراع بين أمريكا والصين حتى في خلال عامين، وسيتولد نظام ومعيار جديد للدولار الأمريكي. في أحد يعني لا أمريكا ولا الصين ولا أي دولة من دول العالم تعرف إيش المعيار الجديد. فلذلك الـ XI سيكون معيار جديد لمعركة أو ل الدولار مقابل الجنيه المصري، وعودة الجنيه المصري بسرعة بسرعة شديدة إلى أن يكون معياره يكون دولار. العودة إلى علاقتهم في
في الثمانينات أو آخر عشرينات القرن الماضي، يعني كأنه كل 20 سنة، فكأنه 20-80، 80 بعدين 20 سنة، 20-80، وسيكون الرسم البياني يبين 20-80، 20-80 يعني عقدين مقابل كل قرن، أو 4 سنين مقابل كل 20 سنة. إذن قواعد لعبة الدولار والجنيه المصري، يعني هناك كانت لعبة، بس اللعبة من حط قواعدها؟ الأمريكان. الآن من يضع قواعد اللعبة الجديدة؟ لعبة الإكساي، 3000 في خلال سنتين، 3000 شخص أو مشترك، كل واحد ب10,000 إكس آي، فهذه خزينة الإكس آي. مجتمع أو ممولين أو ممتلكين للدولار حتى يصبح، فالتوقعات إنه كل مشترك بعد 4 سنوات يستطيع أن يكون ممتلك ل أو يمتلك كل دولار بجنيه، طبعا في حدود نسبة اشتراكه. نسبة الاشتراك للشخص 1 إلى 3,000، 3,000 في 10,000 عدد الإكس آي، إلا يعني ستكون إصدار جديد، يعني ثلاثين مليون إكس آي أو 30 مليون دولار، 3,000 في 10,000، 7 أصفار، يعني 30 مليون دولار أو 30 مليون جنيه. كل طبعا بالمصري، يعني ستنطلق 10 عربيات خلال 2 عامين للاشتراك في خزينة الإكس آي. طبعا المشتركين من أي مكان في العالم أو من أي مكان في العالم، بس شريطة إنه عن طريق العربيات، يعني يأخذ مشوار بالاتصال بالكابتن، ويكون المشوار حقيقي وعشوائي، وسنفصل المزيد حتى لا يكون هناك تخطيط من فئة معينة. نريد أن يكون 3,000 بطريقة عشوائية بعد ما يبدو رغبتهم، بعد المشوار سيمنحوا هدية إكس آي، يستطيعوا يأتوا لمحاضرة مجانية ويشترك في نفس الأسبوع في المحاضرة الثانية، يعني في نفس الأسبوع. ستكون المحاضرات في أول الأسبوع، السبت، الأحد، الاثنين، يوم الأربعاء يكون الاشتراك.
طبعا الجدول في مكتب الاكس اي او مكتب مكة سمارت، شركة مكة سمارت شمس للتدريب المصرية في الشيخ زايد. سيتم الإعلان عن عنوان المكتب وعن في العربيات. الآن موجودة عربية وباقي 10 عربيات ستكون ملك للشركة. نتمنى من الجميع المتابعة، وطبعا لا يسمح بالاشتراك إلا لشخص واحد من ويكون بطريقة عشوائية يطلب العربية مشوار، فهو يكون من سكان المنطقة التي تعمل فيها العربية، أو لو كان من بعيد أتى إلى المطار أو إلى المترو، يعني كان من الإسكندرية. طبعا العربية تعمل بين الشيخ زايد وستة أكتوبر بيفرلي هيلز والهرم والمهندسين، فهذا خط عملها. سيتم الإعلان في الفيديوهات عن عمل العربية أو مواقع العربية لكي تأخذ الطلبات أو الاتصالات بها. سيتم الاتصال بالكابتن من خلال الساعة 4 إلى 10، 6 ساعات تعمل العربية لاستقبال اتصالات المشتركين متفرقة، لاستقبال الاشتراك أو اتصال المشترك على رقم الكابتن. يعني يطلب الكابتن بالرقم ثم هو يحمل الرحلة على أوبر بيزنس كريدت كارد. أنا فكرة لكيف التسجيل في قواعد اللعبة وحضور المحاضرة أو 3 محاضرات ستكون هناك من الساعة، تبدأ من الساعة 5 مساء إلى في مكتب الشيخ زايد مكتب شمس للتدريب. محاضرات مجانية من السبت إلى الاثنين، ويوم الأربعاء سيكون تسجيل المشاركين من عدد 3000.